هلا عم بشتغل بشخصية ليلى، شخصية حلوة كتير وغير عن الشخصيات اللي اشتغلتهم قبل. بدي أشكر كتير المخرجة سارة الزير، هي طبعا صديقتي ومن زمان كتير. حبيت إني أكون معها بشخصية ليلى، غير إنه شخصية حبيتها بحس وبعرف قديش هي عندها موهبة بالإخراج كتير عالية. وكنا هيك مبسوطين. أكيد بده يجي لحتى يعرف التفاصيل. ما عم بيفهم إنه المرأة كتير صعب تحكي إنه زوجة خانة. وأكيد رح يسأل كيف عرفتي ووين شفتي. معقول ينجرح كبريائي مرتين؟ معقول بكرة أحكي للقاضي عن خيبة أمل حياتي بدقيقتين؟ مساء الخير. مساء النور. أول شيء بدي أعتذر إنه أنا كنت اليوم ماني ظريف، كنت غليظ معك، وثاني شيء جبت لك ورد أحمر مشان ما تحسي بالفراغ. وثالث شيء يعني حابب إنه هيك نلاقي يعني نلاقي صيغة نحكي فيها بكرة قدام القاضي، لأنه إذا قلنا له إنه بس مشان الورد الأحمر ممكن نخسر القضية. فشو بدنا نقول للقاضي بكرة؟ مو بس بدي أشكر المخرجة سارة الزير، بدي أشكر كمان طاقم العمل كلياته، يعطيهم ألف عافية. والشكر الكبير للأستاذ زياد جريس الريس على هذا المشروع المهم. نحن فعلا بحاجة، نحن كشباب لو صرنا يمكن سنين عم نشتغل نشوف كمان شباب مخرجين كتاب، شيء كتير حلو كل واحد ينعطى فرصة يثبت موهبته. وبس هيك، شكرا كثير. عايشة لحالي أول مرة عم حس كثير بالقصة. من فترة كان عندي أب وزوج ورفيقة عمر، بابا مات، عماد ومها عاشوا قصة خيانة كثير بشعة بحبي، راحوا كل واحد بطريق، وأنا هلأ وحيدة عم ابدأ من جديد. قدي كتار الناس وجوه وقصص، ويمكن صاير فيهم مثلي وأكتر، ما حدا بيعرف.